المغرب بمناسبة انعقاد قمة المناخ يتوفر على خارطة طريق للقطاع المالي بصفة عامة، وهذه خارطة الطريق تم تحضيرها من طرف كل المسؤولين على القطاع المالي وسوق الرساميل، طبعا الوزارة الوصية وزارة الاقتصاد والمالية، ولكن أيضا البنك المغرب، الفيدرالية ديال التأمينات، الفيدرالية ديال الأبناك، البورصة ديال الدار البيضاء، كازابلانكا فينسيتي إلى آخره. اللي مهم في هذه الورقة خارطة الطريق هو أولا وجودها، لأنها تعبر عن التزام هذا القطاع بكل مكوناته في مجال تسهيل وتعزيز وتشجيع التمويلات الخضراء أو التمويلات الموجهة للاقتصاد الأخضر. ثانيا التفكير جماعيا في كل الأدوات المالية الجديدة واللي بدينا فيها، يعني عبر هذا الجرين بونز وعبر يعني بعض الأدوات المالية الأخرى لمواكبة هذه النهضة الدولية وهذا حول تقليل من أو التغيرات المناخية. ثالثا غادي يكون أيضا تفكير جماعي في يعني إعادة النظر ربما إذا كان هناك بعض القوانين أو بعض العوائق التي تقلل من الوصول إلى هذه التمويلات. وكما يعلم الجميع حنا ملي كنهضروا على التغيرات المناخية بعد سنوات طوال يعني وبعد مراحل اللي كان في الأول مراحل ديال التشكيك حول كاع واش كاينه التغييرات ولا ما كايناش، بعد دخلنا في مراحل ديال الدراسة، بعد دخلنا في مراحل ديال المفاوضات، وبعد المراحل ديال الإقناع، وجات المرحلة ديال السنة الماضية ديال باريس ديال التوقيع. مراكش هي مرحلة دي بداية التفعيل الحقيقي، ومن تنقولوا التفعيل تنقولوا التمويل، لأنه ما يمكنش نحاربوا التلوث ونحاربوا التغيرات المناخية ونحاربوا الانحباس الحراري يعني الخطابات وبتمنيات. يجب تفعيل هذه المقتضيات عبر برامج، واللي الحمد لله بلادنا كانت من الأوائل اللي عندها حساسية جد يعني متقدمة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ، وكان من الأوائل اللي قدموا ذاك الانديسي يعني بالنسبة لبلادنا اللي في 2030 بلادنا غتقلص أكثر من 42% من الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الغازية. وثالثا أن هذه المشاريع هذه من تنقولوا تقليص من الانبعاثات الغازية تنقولوا مشاريع الكلفة فقط ديال المشاريع ديال لادابتاسيون ديال التكيف كتوصل بلادنا ل 35 مليار دولار إلى هذا الأفق. طبعا هذا كيجعل تحدي كبير اللي هو تعبئة هذه التمويلات الضرورية لمواكبة هذا البرامج. هناك لا طبعا لا هناك هناك ملي تنهضروا أيضا حتى بالنسبة للعالم كنهضروا على محاربة التغيرات المناخية وتقليل التغيرات المناخية، هو راه أفق بعيد بعيد جدا. يجب يعني إعطاء الحركية لهذا البرامج. فطبعا هذا كاين يعني الأفق يعني خصو يكون نفس طويل في هذا المجال. هذه ماشي برنامج موسمي، هذا البرنامج هو برنامج يتعلق بإنقاذ البشرية، فيجب أن يكون هناك يكون مسترسل ويكون الأفق طبعا البداية الآن، ولكن التفعيل غيكون تفعيل مستمر ومتدرج. بالنسبة لهذه التغيرات المناخية راه ما يمكنش الكرة الأرضية أو يعني البشرية جمعاء تعيش في مناخ يعني ملائم إلى ما كانش كل شيء. ملي تنقول كل شيء ماشي فقط هذه القضية ديال المناخ، خرجات من النطاق ديال لي زيكسبير والخبراء والعلم، دابا ولينا نطاق سياسي ونطاق اجتماعي. وملي تنقول كل شيء يجب أن يقوم كل في إطار مسؤوليته بدوره، أكانت طبعا حكومة أم كانت قطاع خاص أم كان مجتمع مدني واللي عنده دور أساسي كثير وكبير للضغط، أم كان طبعا الشباب والنساء يعني كل قطاع، فكل قطاعات معنية وكل القطاعات الوزارية معنية، وبالعكس هذا مطلوب ومرغوب أنه كل القطاعات يجب أن تدخل هذا الديمونسيون هذا البعد ديال المناخ والبعد البيئي في إطار سياستها وخططها. ولهذا ملي كنهضروا على المناخ هو متعلق بالنشاط البشري، وما دام متعلق بالنشاط البشري فكل معني حتى الفرد
في إطار طبعا نوعية استهلاكه وطريقة حياته ونمط حياته. فبالعكس مطلوب أنه كل المبادرات من كل القطاعات كانت وزارية حكومية عمومية خاصة شبه خاصة أن تقوم بواجبها في هذا المجال.